الموسيقى اللبنانية. أعلام الموسيقى اللبنانية من إعداد وتقديم باسم الحكيم. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج أعلام الموسيقى اللبنانية من إذاعة لبنان، لنخوض في الحديث عن ملحنين ومطربين ساهموا بشكل كبير في النهضة الموسيقية التي عاشها لبنان خلال العقود الذهبية للإذاعة اللبنانية. هذه الإذاعة التي كانت مقصد الفنانين من جميع الأقطار العربية وبينهم محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش، شرعت أبوابها للمواهب الفنية يوم ذاك، فتقدم إليها مطربون وملحنون وشعراء بات لهم فيما بعد شأن مختلف. فكبار مطربين ومطرباتنا الذين نعتز بهم كانت بدايتهم في تلك الإذاعة، ونذكر منهم فيروز التي بدأت في الكورس وما لبثت أن أصبحت مطربة يردد اسمها في كل أنحاء العالم، وديع الصافي الذي غنى لأول مرة في الإذاعة أمام رئيس القسم الموسيقي في الإذاعة آنذاك محي الدين سلام، ونصري شمس الدين، نور الهدى، سعاد هاشم، نجاح سلام، ووداد وغيرهم. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الفنان روميو لحود، وذكرنا بأنه ولد في 22 كانون الثاني من العام 1930 في بلدة حبالين في قضاء جبيل في منزل سياسي بامتياز، ومع ذلك لم يتشجع على الدخول في دهاليز السياسة. هكذا خيب روميو الابن البكر لروفيل لحود أمل والده في أن يكون وريثه على كرسي السياسة، وأمل والدته فرانسواز فارس حنا الخوري التي كانت ترى مستقبله في السلك الدبلوماسي. وأشرنا أيضا إلى أنه تلقى علومه الابتدائية في مدرسة القديس يوسف في عين طورة، وتابع دروسه الجامعية في جامعة موزار في باريس، ثم عاد إلى لبنان لتحتضنه مهرجانات بعلبك منذ العام 1963، حيث قدم مسرحيته الغنائية الشلال مع الشحرورة صباح. وبعد ذلك أعد مجموعة أخرى من الأعمال الغنائية المسرحية، نذكر منها موال في العام 1965، وتوزعت بطولتها بين المواهب الشابة يوم ذاك وغابت عنها صباح. وفيما يلي نستمع من كلمات روميو لحود، ألحان مطر محمد وغناء صباح، إلى أغنية أخذوا الريح. أخذوا الريح وأخذوا الليل، أخذوا النهار وأخذوني، وأخذوا قلبي وسرقوا الويل وسرقوا النور من عيوني. أخذوا الريح وأخذوا الليل، أخذوا النهار وأخذوني، وأخذوا قلبي وتركوا الويل وسرقوا النور من عيوني. أحبابي اللي سيبقوني، أخذوا قلبي وتركوا الويل وسرقوا النور من عيوني. أخذوا الريح وأخذوا الليل، أخذوا النهار وأخذوني، وأخذوا قلبي وتركوا الويل
وسرقوا النور من عيوني. يتميز منزل العائلة بسعة الثقافة والرغبة في العلم كما يقول روميو لحود، وكان والداه يتقن كل منهما استخدام 3 لغات وأكثر، وهذا ما انعكس رغبة بالعلم والثقافة على الأبناء ألين وروميو ثم بابو وناهي وناي الذين أنجبهم روفايل لحود بعد عودته من رحلته الطويلة إلى الأرجنتين حيث أمضى ما يقارب 16 سنة. ويلفت لحود إلى أن شقيقته الصغرى ناي هي زوجة الفنان الراحل ألم مرعب الذي كانت بداياته مع شقيق زوجته في مجال الرقص والاستعراضات، كل ذلك قبل أن ينصحه كما يقول لأن يتجه إلى الغناء، فطلب روميو من المخرج سيمو أسمر أن يجرب ألان مغنيا ونجح في الاختبار وسرعان ما تحول إلى ملك الهوارة. لا للسياسة شعار رفعه روميو لحود ومازال يقول لا أحب السياسة ولا الأحزاب لأنني لا أهتم لا للتوجه السياسي ولا المذهبي ولا الحزبي لمن أتعامل معهم، بل يهمني الإنسان بذاته وإلى أي مدى قادر أن يخدم الإنسانية. قبل أن نواصل الحديث عن روميو لحود نستمع من كلمات وألحان روميو لحود إلى أغنية بدي بدي غناء الفنان عبدو ياغي. بدي بدي ويش بدي وغالبي أمري، بدي انتي تبقي حدي يا حلا عمري، وان سألتي الدنيا كلها والله ايه والله ما تلاقي حب قدي وانتي ما تدري، وان سألتي الدنيا كلها والله ايه تلاقي حب قدي وانت ما تدري. بدي بدي ويش بدي وغالبي أمري، لسرق اللون على قدك فصل الدنيا على قدك وارمي هالقمر عكتافك يا حلا عمري، وان سألت الدنيا كلها والله ايه والله ما تلاقي حب قدي وانت ما تدري. بدي بدي ويش بدي وغالبي أمري، انطلق روميو لحود في تنفيذ المهرجانات الغنائية منذ العام 1963 أي بعد 6 سنوات على انطلاق مهرجانات بعلبك، وبعد 5 سنوات من بدء الأخوين رحباني في إحياء المهرجانات مع السيدة فيروز. يعترف بفضل سيدات مهرجانات بعلبك في منحه فرصة مكنته
من أن يثبت موهبته وقدرته على تحضير مهرجانات متكاملة مع فريق من الملحنين الفنانين الشباب. وفي المهرجان الأول كانت النجمة هي الشحرورة صباح مع مجموعة من العاملين حديثا في الشأن الفني يوم ذاك، وبينهم وليد غلمي الذي كان يومها ما زال يكمل دراسته الموسيقية. فلنستمع إليه متحدثا عن بعلبك ومهرجاناتها وعن النقد الكبير الذي طاول مهرجانه الأول. كانوا معلمينا على حب العلم إذا بدك. كان في مرض السياسي كمان بالبيت، لأنه بيت السياسي مستحيل يطلع منه الميكروب. أختي الكبيرة ألين اللي هي بتكتب بريفي دريبان، أنا لا بكتب غير شيء، أنا بكتب سيناريوات، بكتب أشعار، بكتب. ما بحب أدخل بالسياسي، ما بحب أدخل بأحزاب، لأنه عندي أصدقاء وين ما كان. كان في تحدي يعني أستاذ رون وحضرتك أنه تتمرد على البيت السياسي وتشق طريقك بالفن؟ دايما في حدا بيساعد حدا. الشباب بيقولوا أنا وصلت بدي لحالي، ما حدا بيوصل منه لحاله. في فرص الآخرين بيعطوها، أنا عطتني فرصتي مع رجلات بعلبك، لازم فوت من هالباب العظيم اللي هو باب الذهبي. طبعا بعلبك كان أكبر مهرجان بالعالم، حدا بيعرف إنه بعلبك كان أكبر مهرجان بالعالم؟ كان كل شيء في فنانين كبار يمرقوا فيه بشكل ينطروا دورهم تا يمرقوا فيه. لا إجي أنا ولد بعدني طالع، يعني طالع جديد، فوت على هالمهرجان، قصة مهمة كتير. لا شك إنه ستات مهرجان بعلبك اللي ستات المهرجان، لأنه كانوا تلت أرباع 90% ستات، عطوني هالفرصة وأنا ما شاهدي هذه ما بنسيها. الله يرحمها ست سلوى السعيدة اللي كانت رئيسة اللجنة، لما سعاد نجار، نجلة حمية جنبلاط، هودي ما بينسيوا، ما في تنسيون. أول ما طلعت على بعلبك بالشلال وجبت كل هالشباب الجديدة، صباح الوحيدة اللي كانت معروفة، بس مش معروفة كفنانة مسرح، ما كفنانة مهرجان، كفنانة حفلات، كفنانة سينما، كشحرورة ما كل الناس كانت تعرفها. تحية كبيرة لهالست العظيمة، حياة عظيمة صباح. اللي شافوا مني شافوا شيء بالمرة مغيرا عن هاللي إلهم بالعادي يشوفوه، وانتقدوني كتير انه كيف انا ما بتعامل مع اللي كانوا قبلي، انه كيف بجيب كله شباب جداد، كلهم جداد، وليد غلمي جديد، صليب الجرد جديد، جزيف عزار جديد، سمير يزبل جديد، اللي شويري، كلهم هودي جبتهم انا بالاول، وفرقة جديدة ومدربين جداد. فتغيرت القصة عليهم، كتير انتقدوني وكيف بعمل ازياء. هل اليوم كلهم يعني بشيت حسب القعدة اللي بياخدوها بكل بلدان العالم، يعني مثل ما تعلمت، بدك واحد للازياء، بدك واحد للاضاءة، بدك واحد للاخراج، وحد الاخري الاخري، وحد للصوت، مش واحد بيعمل كل شيء. كلهم هودي جبتهم انتقدوني، جاي اعمل استعراض، ناس عم يقولوا كانوا رامي لحود عم بعمل فولكلور بالفرنجي. بس ما مدة 7-8 سنين صاروا كلهم يجيبوها، اللي انا بلشت جيبه يعني من اصلهم اللي كانوا معي. كان عندي شاب كتير عنده طموح، عمل سولو طويل عريض، كان فنان كبير بالقفز على العصا، اسمه عبد الحليم كراكلا مثلا. واليوم انا بعتز انه عبد الحليم من كبار الفنانين اللبنانيين وفنانين بالشرق، بس مش بس بلبنان. ودكتور غلمية، دكتور غلمية صديقي من اعز اصحابي، غير الكونسيرفاتوار، اخذ كونسيرفاتوار في نص اوضه، اليوم في كونسيرفاتوارات بكل لبنان، وفي عنده شي 4500 تلميذ. بيض وجه لبنان، لانه لبنان ما بيصير بزهره، جينا جينا زهرتين بلبنان، حبينا نعمل نحن باقي الزهر بوكي، وجبنا هالشباب وجبنا مارا. صار في عنا في الدنيا كبار، بس بكل اسف، بكل اسف التراث اللبناني عم بيروح، عم بيغطي علي التراث العربي. ما بالعكس، ما عندي شيء ضد التراث العربي، تراث مهم جدا، بس بحبك يا سواري مثل زنديلة. اول شيء البلد ما عنده تراث بتموت من البرد، وتراثنا عم بيروح، الضيعة اللبنانية عم بتروح، كانوا بيصفوا بالمدينة وهي مدينة الضيعة. هذا المشكل الكبير اللي موجود بلبنان. شركة الأجانب اللي عم تيجي على لبنان، شركة الفنية، عم تجبرهم للفنانين يبتعدوا كتير على اللبناني ويدخلوا أكثر شيء بالعربي، ما لهم حق.
بين السياسة والفن عاش روميو لاحود طفولته ومراهقته، فالوالدة التي اهتمت بتربيته مع شقيقته الكبرى ألين ظلت تحلم بأن يتجه ابنها نحو العمل في السلك الدبلوماسي، لكنها في الوقت نفسه لم تكن تبخل عليه ببعض الدروس القليلة في العزف على البيانو، وهو الأمر نفسه الذي فعلته خالاته. لنستمع إلى روميو لاحود متحدثا عن هذه المرحلة ومحطات أخرى أيضا حول تأثره المزدوج بين الفن الغربي والفن المصري، ثم نستمع إلى أغنية خدني معك على درب بعيدي، كلمات وألحان روميو لاحود وغناء سلوى القطريب. قالوا أبوي كان مسافر، كنت مع أمي، وأمي عنده 4 خيات. وخيالك مين يعني؟ خيالك؟ كلهم بدقوا. فرق وسيع يعني. لا يعني كلهم بدقوا. لا في 2-3 كانوا متعلمين بيانو، بيانو بالبيت عم بيتعلموا. فيهم كملوا فيهم ما كملوا. لا ما بيانو هو كان في دربك بال... يعني كان هو اللي أكثر شيء كنت أسمعه أكثر شيء. وكان في شيء كان عندي، كان في مقسومة قسمين، الخيلات مقسومين قسمين، في قسم العربي وقسم الغربي. خيلتي الصغيرة وأمي، أمي كانت عربي وفرنجي، بس أكثر شيء كان عندهم أسطونات كان عبد الوهاب، أول دعسته الكبيرة تبع عبد الوهاب، كان عندهم كل أغاني عبد الوهاب وكل أغاني أم كلثوم وكل الأغاني القديمة، وكان عندهم الغربي كمان. يعني كان في تأثر مثل مجموعة كبيرة من الملحنين بهذيك المرحلة بالفنانين المصريين، بالمطرب الملحنين المصريين تحديدا. أنا أكثر واحد عامل أغاني لبنانية، تبي لبنانية بدوية، أكثر واحد يعني مثل دق دق يا ربابا. وإذا بدي أعدلك شو عامل منهم، عندي تقريبا لا يقل عن 15-20 غنية وعامل أغاني لبنانية. أكيد تأسسنا كملحنين، كناس بنفهم الفن الموسيقي العربي، العربي مش عم بقول شرقي، العربي الموسيقى المصرية. إن قبل الموسيقى المصرية تعلمنا شيء اسمه المألوف. المألوف شو هو؟ المألوف اللي هو نحن نسميه مشحات أندلسية. المصريين عظيمين، بس هيدا نوع بالنسبة لي أنا أيامه مرقت وبقي كفن كلاسيكي. نحن من هاللي عشاء الطرب القديم، بس بكل أسف الشعب اليوم بده شيء أقصر، بده يرقص، بده يغدي، بده يبتهج. وأخذناها نحن كقاعدة، مش ترقصه خلي يبتهج، بس تكون في كلمة حلوة، موسيقى لبنانية نابعة من لبنان بتحسسك انه هيدا صحيح شرقي بس ما له علاقة بالمصري. لسبب منقول انا للفنانين اللي عم بيطلعوا جديد، كل واحد بده يغني يبسط المصريين ويبسط العرب، والعرب بينبسطوا بأي غنية حلوة. مضبوط يا ملا؟ بيغنوا مصري بألحان مصرية، بألحان تعتبر مصرية عاملينها لبنانية، وكلام تعتبر مصرية كمان عاملينها لبنانية. انا ضد الاشياء. نسي يوم السر نكبر.
لم يقتصر نشاط روميو لحود في تقديم المهرجانات على لبنان فقط، بل جال على الدول العربية والعالم، فكانت له محطة في عمان ودبي وبغداد، ولا سيما في ليبيا، حيث ساهم بتأسيس فرقة للرقص والغناء والعزف متخصصة أيضا بتقديم الفولكلور الليبي، ورافقه في جولته الدكتور وليد غلمي. نستمع إلى أغنية من شرد للغزالة بصوت طوني حنة، وهي من كلمات وألحان روميو لحود. يابا يابا لح يابا يابا لح يابا من شرد للغزالة، فقلت الزين خدوها لوين، قال لي هي هي شردت لحالة. يابا يابا لح يابا يابا لح يابا من شرد للغزالة، فقلت الزين خدوها لوين، قال لي هي هي شردت لحالة. بقى لي يوم ما شفت النوم واني بدور عليها، بقى لي يوم ما شفت النوم واني بدور عليها، قمرها غاب عن الأحباب، سواد الليل غطاها، دموع العين على الخدين، سكاب النار عليها. يابا يابا له يابا يابا له يابا من شردني الغزالة، فقلب السن أخدوها الوين، قال هي هي شردت لحالة. يابا يابا له يابا يابا له يابا من شرد للغزالة، فقلت السين أخذوها لوين، قال لي هي هي شردت لحالة. وين الغزلان يا عربان وانا بكي دمع حالي، وين الغزلان يا عربان وانا بكي دمع حالي، زماني روح والمجروح جروح الضل يا خالي، قولوا لا تعود والله تعود، عيونا سود على بالي. يا بيابا يا بيابا لا يا بيابا يا بيابا لا يا بيابا يا بيابا لا لا يا بيابا يا بيابا لا يابا يابا له يابا يابا له يابا من شردني الغزالة، سجلت السن أخدوها الود، قال لي هي هي شردت لحالة. إلى هنا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج أعلام الموسيقى اللبنانية، لكم كل التحيات وإلى اللقاء. استمعتم إلى برنامج أعلام الموسيقى اللبنانية، إعداد وتقديم باسم الحكيم، إخراج يوسف رقّة.